واهم شيء العباده دي تكون خالصه لله، لانه قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، شان يعبدوني انا الله سبحانه وتعالى. والعباده دي الله ما بيرضى فيها الشرك. قال وقضى ربك، قضى حكم، وقضى قضاء شرعيا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه براو بس، وبالوالدين احسانا. ورب العزه والجلال قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والله تعالى قال وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأمسك القرآن ده كله توحيد، كله أمسك من الفاتحة إياك نعبد وإياك شنو نستعين، تمشي البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تمشي آل عمران من البداية ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، ده التوحيد ذاته الحي القيوم. تمشي سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تمشي سورة المائدة تلقى توحيد برضو في آخرة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ده التوحيد. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. تمشي سورة الأنعام طوال بعد المائدة الأنعام، قال الله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. تمشي سورة الأعراف قال الله تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تمشي سورة الأنفال بعد طوال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا بعد قال وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون على الله سبحانه وتعالى. وفي السورة دي ذاتها الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تمشي طوال بعد سورة التوبة من البداية تلقى توحيد وحرب على المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة يونس بعد وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة هود، هود ذاته قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعد سورة يوسف، يوسف خاطب صاحبي السجن فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير
أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الرعد بعده رب العزة والجلال قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه بنادوا غير الله بنادوا غير الله في الشدائد يا فلان ويا علان والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه زول لو يدم مدا كذي مش بتجيب موية لكنه باسطة مدا عادي المسطرة بتجيب موية إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء تركت الله سبحانه وتعالى وإذا علقت بالأولياء ما لنا الأولياء قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم مش ليك انت لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه يقولوا الله بدي الجنة وفلان يدي الجنة أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار متمس قدام القرآن ده كله بعد سورة إبراهيم رب العزة والجلال قال فيها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة دي لا إله إلا الله في التفسير كشجرة طيبة النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء كما أن النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء في العلو فكذلك لا إله إلا الله أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء في العلو لأن الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه دي أطيب كلمة لا إله إلا الله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كلمة الشرك والكفر كشجرة خبيثة الحنظلة في التفسير اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء السورة البعادة طوالي سورة الحجر رب العزة والجلال ختم قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين البعادة النحل رب العزة والجلال قال فيها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت البعادة سورة الإسراء من بداياته ألا تتخذوا من دوني وكيلا من دوني وكيلا وفي نهايته وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بعد سورة الكهف آخرة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والقرآن كله لو واصلت لك فيه كله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد سورة الصاد رب العزة والجلال قال فيها سورة الصاد عن الكفار أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب سورة قاف رب العزة والجلال قال فيها وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وكل القرآن ده
ابن القيم قال توحيد كله، فتشوا. وللأسف الليلة أغلب المسلمين خلي الكفار. العالم ده قبل كم سنة قالوا فيه 7 مليار بشر، قالوا فيه 7 مليار، 6 ديل ما مسلمين كفار، 6 مليار، 1 ديل بينتسبوا للإسلام، 1 بس من 7، والمليار ذاته شوف اللخبة اللي فيه، مليار ذاته تزبل المسلمين، شوف اللخبة اللي فيه، 1 تلقاه في المسجد في بيت الله سبحانه وتعالى يتكلم في أي موضوع تلقاه يقول لك كويس، التقوى تمام، بر الوالدين ما مشكلة، الطهارة وأحكام المياه كويس جدا، الصلاة تمام، فقه الصلاة كويس، صلاة الجنازة تمام، تكلم في الطلاق وفي الإيلاء وفي الظهار وفي أحكام الزواج ما عنده أي مشكلة، والعدة ما عنده مشكلة، مجرد ما تجي تتكلم في التوحيد قال للناس اتعلقوا بالله زي ما بتقولوا في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، أبقوا قدر الكلمة دي، إياك نعبد يعني ما بنعبد إلا أنت، وإياك نستعين ما بنستعين بغيرك يا الله سبحانه وتعالى، بغيرك مما تشرح لا إله إلا الله وتفصلها طوالي بيزعلوا، والله مساجد أنا مشيت مساجد، مسجد واحد قال لي ما تكلم لنا في المسائل الخلافية، خلافية، قلت لي أصل مسائل خلافية دي ما بتكلم لك فيها إن شاء الله، زول دخل المسجد ومرق منه صلى، بعد الصلاة لقى نجاسة في ثوبه، دي خلافية بين الفقهاء، صلاته صحيحة ولا ما صحيحة، والراجح إنها صحيحة، فيها خلافية، مسائل الجلود وكذا وكذا فيها خلافية، هل الجلد بعد بتاع البهيمة بجوز تسويه أحذية ولا ما بجوز وكذا وكذا، وجلود ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، مسائل خلافية، التيمم ده ضربة ولا ضربتين، خلافية، حاجات كثيرة خلافية يعني. أنا بتكلم لك قلت له في مسألة ما فيها خلاف، طب لا إله إلا الله بس التوحيد ده، قال لي دي الخلافية ذاتها، لا إله إلا الله خلافية، يعني قلت لها أنا قلت أعبد الله، الدار اختلف معاي ده يقول لي شنو، روانا قلت له أعبد الله سبحانه وتعالى، الدار اختلف معاك ده يقول شنو، لذلك الناس تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وللأسف المسألة دي يا جماعة كثير من الناس ربطها بأشياء بجهله، يا إما يقول لك نحن موحدين، شوف لنا حاجة تانية دي قالوها بدري، شوف لنا حاجة تانية دي قالوها بدري، الله سبحانه وتعالى أورد في القرآن قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل الموضوع، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، دي أول شبهة، يقول لك غير الموضوع ده، ده أهم موضوع، ده أهم موضوع، 1، 2 يقول لك يا مولانا الآن التبرج والمعاصي في الشوارع دي والحاجات والناس دي انشغلت بالفيسبوك والواتساب والشباب دي فلفل وشعر وما بعرف لبسوا فنايل كيف بناطلين كيف لبسوا سلاسل وأشياء وأغلال وحاجات والمواضيع دي يا مولانا كذين أغشلين المواضيع دي، المواضيع دي كلها كان التوحيد ده نجد تمام في قلب الزول كلها بتزول لأنه يا جماعة
التبرج ده رب العزة والجلال قال فيه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. لما كانت في جاهلية كان في شنو؟ تبرج. لما تزول الجاهلية والناس توحد الله تاني المرأة بتعظم الله، تاني يا دوب بتلبس شنو؟ الزي الشرعي. المعاصي دي كلها أزول مجرد ما يوحد الله سبحانه وتعالى توحيد ده. قال لك مثل زي الشجرة دي قبل شوية تلون الآيات، قال لك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الموحد ده لما نقول له الله أمر بكذي سبحانه وتعالى طوالي بسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة شنو من أمرهم. والغلا شايفه ده الغلا ده والضيق والصفوف بتاعت البنزين وصفوف العيش والمصائب دي كلها، والله الذي رفع السماء لو التوحيد مشى تمام في البلد دي والله كله يزول إلا ما بنصدق القرآن. لأنه في القرآن رب العزة والجلال قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو بركات. يا أخي نحن ناس ما ناقصين البركة، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ناس بحاربوا في الله سبحانه وتعالى حرب، هسي الربا دي مش الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ هسي أمشي السوق العربي بكرة الصباح تلقى ذا خاتي له فكة حديد ما شفته في طرابيزة، فكة وقريشات كذي، يجي المساعد يديه 10 جنيه يقوم هو يرجع له الفكة كم تزعى. ده ماربة ديل بحرب الله بجنيه. مساجد مقفولة من التوحيد، تكلم في التوحيد تزول وهابي، انت زول انصار سنة، انت زول جاي من السعود وانت سوداني زيهم، ما في وهابي ولا في انصار سنة ولا تبقى اي شيء، ابقى مسلم مستقيم واحد. ابزع المسلم يا اخي ولك وهابية وما في وهابية في الدين والله. واي زول يقول الكلمة دي اللي بقى قادوره يوم القيامة، انه الله قال ما يلفظ من قول الا لديه شنو رقيب عتيد، ستكتب شهادتهم ويسألون، ولا كلمة بعدين بتتحبس عند الصراط كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إنسان يتقي الله في نفسه، توحيد ده والله سبب الخير، والله الذي رفع السماء. لأنه بلدنا دي الليلة في أي شيء، الناس يا أخي الموية برا مالحة يشتروا فيها، بلدك دي تفتح المازور وتشرب تقرطع بمزاج، قرطع بمزاج، تمشي النهر قاعد نهرين قاعد وأكثر بحيرات وحاجات كثيرة جدا ترع قاعدة في البلد. زراعة برقتك من المسجد ده تزرع لك حاجة بكرة الله بقويمة طوالي جاهزة. يسافروا من البلد دي ليه مكة اشتغلوا في السعودية بواد غير شنو في زرع، هذه دي ما اتقلبت الشغلة، بلد فيها زراعة يسافروا للبلد اللي ما فيها شنو، وان ده المفروض يجوا يختربوا في السودان هنا. انت تمشي تخترب لهم هناك، تعرف السبب شنو؟ لانه هنا في مشاكل. المشاكل وين؟ اهم شيء العقيده. لانه الناس لليله بيقولوا لا اله الا الله وبيقولوا نحن على التوحيد، والطفل بلدو بيعلقوا في الكمون. امس مشيت دكان، والله الذي لا اله غيره، مشيت دكان لقيت شباب بيتونسوا جنب الدكان، واحد قال لي رقشتك دي يا اخ مكسره، والله قال لي تبدلها بواحدي سمحة وتربط لك كمون. شو عقيدة وتربط لك شنو كمون؟ في كمون بيحفظ. واحد في بزبط قال لي في واحد قريب ولا صاحب عنده موتر رابط فيه كمون عشان يحفظه له، قال الغنماية جات ماشية في الشارع أجارك الله ما أكلت إلا الكمون. الغنماية كتر خير يعني، هذه الغنماية هذه المعزة، الغنماية جات لافة بس أكلت الكمون ومشت، ما غنماية ظريفة أكلت الكمون. وده الخاتين يحفظ شنو الموتر، وهو الخواجة صنع الموتر ما رابط له كمون، الصنع ذاته في بلده
ما رابط لك كمون، ولا ذاك صنعوه وينه في الهند ولا وين، ما ربط لك كمون ذاته. يا عربية يجيبوها جديدة كرت، ذاك الخواجة الصناعة ما سوى لا أي شيء وسايقة في الزلط وماشي بمزاج. خواجة ذاك عيونه ظهري هنا لونه كيف كذا، في بلدنا يقول لك ما ضبحت لها بتجيها كفوة، أصله ما تضبح لها، يشتريها طوال يسوق أبقى مارك ما تسوي لأي شيء، ولكن ما ضبحت لها وشيل الدم تلصقه في القزاز طق طق، تتغسله ولا تجلبطه بالدم يا أخي؟ إذا خدت لها دم أقول يا جماعة عمارة يقومها من الأساس، تلقى يشتت في العيش الحب تحت، ده من شنو؟ من الجن، وجن ولا حمام بيشتتوا العيش حب، وجن بيشتتوا العيش حب، وجد وشتتوا في الفكة بتاعت الحديد وضابحين في العتبة. يا أخي ما أقول يا جماعة، في بيوت في البلد دي بيوت، بيت تلقى بيت فيه قرون فوق ما شفتها، في بيت ما أعرفه ده بيت ذاته بينطح عنده قرون فوق بيت، حافلات حافلة حافلة عديل اشتروها حافلة، تلقى معلق لها جزمة صغيرة تحت ولا شعرة فوق في الحافلة سوي لها، تقول لها الجزمة دي شنو؟ يقول لك عشان عينه لا تحت ينشغلوا من الحافلة ما يطقوها عين. يا أخي معقولة في عين بيصدوها بجزمة صغيرة؟ جزمة مقاس كم ذاته دي ذاته؟ كله هوس والله الذي لا إله غيره. أيما الناس تعتقد في الله العقيدة الصحيحة البنجي الله والبيحفظ الله سبحانه وتعالى، قال تعالى في القرآن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وكلام واضح قال لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، عليك الله في كلام أوضح من ذا، وإن يمسسك الله بضر شان لا تعلق لك حجاب لا تعلق لك حاجة، واحد في الحصعيص لقيته عمك ببيع حجبات، ما نحن القرآن ده لازم يا جماعة ننزله في شنو؟ في الواقع ولا كيف؟ ما الله أمرك عشان تستفيد منه، لقيته عمك قاعد له في راكوبة ورا في الجزارة بتاعت الحصعيصة ورا الجزارة قاعد له في راكوبة وقال ببيع حجبات، جيت سألته قلت له يا حاج ده حجاب شنو؟ قال لي ده للمشاكل، تمشي القاضي ومشتري له طبلة جديدة وفيها ثلاثة إزبيرات إزبيرين والمفتاح ذاك، قال تمشي لو عندك مشكلة مع واحد تقوم تذكر اسمه ثلاثة مرات ولا اسم القاضي محمد وتقفل وتفتح محمد، والطبلة جديدة أنا شايفها جديدة في إزبيرات وتطبل وتفتح. طيب قلت لا حاجة ده خليه علموا الناس الإجرام ده خليه، الثانية دي الحجاب الثاني ده حق شنو؟ قال لي ده خاص بالتجار، تخدته في المحل الزباين ديل بيجوك كده كرر حجاب، قال بتاع زباين، وعمك اللي بيبيع فين زبون ما معه اللي بيبيع فين ذاته ولا نفر ما معه إلا أنا بس، وأنا جيت أنصحه ما جيت أشتري منه ذاته، معقولة يا أخي في حجاب بتاع زباين؟ يا أخي أكتر ناس مفلسين في البلد دي بتاعنا الحجبات، أكتر ناس ما لقيت لي زول مرطب لابس الحجاب، انت لاقاك يقول لك يا زول جلابيه مكويه انا لخبطها بحجاب، تلقى مفلس وعمك للظهر ما فطر، تقول له فطرته؟ يقول لك ما ترزقنا لسه. وطيب شغلك حجابك ده بيشتغل الساعه كم؟ ده شغال دوام بالليل ولا شنو؟ معقوله يا اخي؟ الله قال في القران وما من دابه في الارض، شو القران ده واضح كيف، وما من دابه في الارض إلا على الله رزقها، ما بس هسي كان ادوك ملوى بتاع عيش قال لك شتت للنمل، لا مش شتت له أكل، قال لك النملة دي جوا بيتها عامل كيف، تراه القد البرة ده انت شايفه الجحر ده، لكن جوا الجحر ده متجه شرق ولا شمال ولا جنوب، لو جبت بطارية ذاته ما بتشوفه صح ولا ما صح؟ الله سبحانه وتعالى الذي استوى على العرش من فوق سبع سماوات قال لك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما بس كده
ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. في عظمة أكثر من كذا؟ زول تلقاه بيزرع، شغال في الزراعة، يجي الظهر وقت الفطور تلقاه شايل له عمود جايبه من البيت، عنده شجرة هناك في البلدات ولا في الحواشة، عنده شجرة فيها ظل، تلقاه يقعد تحت الشجرة ويطلع الكور بتاعة العمود ويأكل، وأثناء ما بيأكل الصفق واقع، صفر صفر بقى. كان قال له الشجرة دي حقت منه؟ يقول حقتي أنا في مزرعتي. كان قال له فيها كم صفقة؟ بيعرف؟ بيعرفها يا جماعة؟ شجرته ذاتها ما بيعرفها. الله قال لك عن نفسه سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، صفقة صفقة في الأرض كلها مش في شجرتك دي، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تساوي به مخلوق؟ تقول يا الله ويا فلان، تعتمد على الله وعلى فلان، هو ده ما الشرك ذاته. وانت قال الشرك شنو؟ زول قال يا رب نجيني من الكرب، نادى كم؟ نادى واحد، ده موحد. شفت مما تلقى نفسك طوال بتتوجه الى الله وما بتتوجه لغيره، انت موحد، انت زول تمام. يا رب نجيني من الكرب، انت موحد لانك ناديت كم؟ واحد. يا الله ويا فلان، ناديت كم؟ واحد ولا اثنين؟ ده توحيد يا جماعة ولا ده الشرك؟ ده الشرك ذاته، بس بفهم بسيط، ده الشرك ذاته. يقول لك يا مولانا لكن احنا ما بنقول ده زي الله في اي شيء، وما الكفار زمان ما بقولوا اصنام دي زي الله في اي شيء، ما بقولوا كذب، صعب يقولوا دي آلهة، لكن هم صنعوها بيدهم، وما بقولوا أصنامنا دي زي الله في أي شيء، ما بقولوا كذا. أقرأ القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم، لو قلت لهم أنا خلقكم منو، ليقولن الله. والله دي في سورة الزخرف الصفحة الأخيرة، قال: ولئن سألتهم الكفار، لو سألت أبا جهل وأبا لهب وعقبة بن أبي معيط وهؤلاء الكفار، كان سألتهم، ولئن سألتهم من خلقهم، يا أبا جهل خلقك منو، ليقولن الله، فأنى يؤفكون. طيب ما لهم بيكذبوا وبيقعوا في الشرك وكذا. في نفس السورة في الزخرف في الصفحة الأولى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. شوف الناس ذي الكلام واضح كيف. في سورة المؤمنون أو المؤمنين: قل لمن الأرض ومن فيها، ما الأرض بس، ومن فيها، إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. هل بيقولوا ذي المنون؟ الكفار ذات. طيب مشكلتهم شنو؟ قالوا الله كان مشينا ليه عديل ما بيقبلنا، عندنا ذنوب، نجيب له وصايد. الله نجيب له شنو؟ وصايد سبحانه وتعالى. قال الله عنهم في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، هنا قدم الضرر، ولا ينفعهم. هن عارفين أصنام صنعها براهم يا جماعة، الزول صنع صنم حجر براو، لخ الطين براو، جاب له كوريك ولا لخ بيده عليهم ربه، لخ له طين وسوى له صنم، وهو أطول من الصنم. انت كذا فكر في الموضوع ده، هو ذاته اللي بيعبد ده أطول من معبوده اللي بيعبده ده، وأطول منه أضخم منه، وهو بحرك يده، الصنم ماله ما بحرك يده. بعد ده قال: ويعبدون من دون الله
ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نازل بعرف والله، لكن قالوا ديل بس بيشفعوا لنا عند منو؟ عند الله. الله دي ما داير. قال ألا لله في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص. الله داير دين نظيف، انت زي الموية دي دار تشربها نظيفة، لله المثل الأعلى، هو غني عن الطعام والشراب ويش، مويتك دي دار تشربها نظيفة، تجيب لك كولر وبتجيب لك قبليها فلتر وتسوي لك حاجات وأشياء وتجيب موية صحة. قال لك لله المثل الأعلى، غني عن الشراب والطعام، لكن العبادة دي هل هو غني عنا؟ لما تتقرب له بها تجيبها نظيفة. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بس عشان يقربونا لله، دي الله ما داير، الله دارك طيعة عديل. شفت لو لخبطت الدنيا دي ذنوب وغاني وحفلات ومعاصي وفجور، الدنيا دي لخبطتها كذا، لما تجيو ما تجيو بواسطة، تجي عديل تقول لي الله أنا غلطت أغفر لي، عديل كذي براك كذي بيغفر لك. لكن مما تجي بواسطة، يا الله أنا إن جيتك عديل ما بتقبلني إلا أجيب لك فلان، إنت يا دوب قليت أدبك، ولا دي ما قلت أدب، دي قلت أدب. الله قال كذي في القرآن، بديك الدليل، ده سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني الله أنا إن جيتك عديل ما بتقبلني، شوف الخطورة وين، لكن أنا جيتك بيدا تقبلني. الله قال في القرآن قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بعد قال وما قدر الله شنو حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال لك في القرآن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن كان في إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتفكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، لعلهم يتذكرون في الأولى، الثانية يتقون مش يتفكرون، يتقون الثانية، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا، شوف المثل ده واضح كيف، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، دي في رواية حفص، في رواية الدوري سالما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال لك لو في اثنين في السوق، في اثنين، الاثنين ديل من الرقيق بيشترون، يعني الأول جو يشتركوا فيه 10 أنفار، واحد دفع 100، واحد 200، واحد 300، واحد 300، واحد كذا كذا كذا، قاموا 10 جمعوا مبلغ طوال يشتروا الزول، لا زمان رقيق اشتروه، شركاء متشاكسون، هم ذات الشركة ديل ما متفقين، شوف الزول ده تعبان كيف، اشتروه 10، واحد قال له قم على حيلك، ثاني قال له اقعد، شوف الزول ده بيلعب كيف، واحد قال له ما كلهم اشتروه اسياده يعني، واحد قال له قوم، ثاني قال له اقعد طوالي، الثالث قال له اقول لك شيء ارقد، الرابع قال له امشي السوق، الخامس قال له
أزقل الشجر. السادس قال له البهائم ما تنسى. السابع قال له سوي الأكل. الثامن قال له ما ألقاك في السوق. التاسع قال له لا مش. العاشر قال له أقول لك شيء. التسعة ديل ما تسمع كلامه. الزول تعبان ولا ما تعبان يا جماعة؟ ده واحد. الثاني سيد واحد بس، سيد واحد قال له اسمع، من الصباح لما تطلع الشمس، من الصبح تطلع الشمس الزرع ده تسقيه، طلعت الشمس لحد وقت الضحى ترعى البهائم دي، من وقت الضحى للظهر تجيب حاجات الأولاد في البيت، من الظهر للعصر اديها راحة نوم عشان تقوى، بعد العصر تعال حلب البهائم، بعد المغرب امش تاني ما داير منك شيء. سيده كم واحد عنده برنامج معين، وذاك سياده كم عشرة، واي واحد دايره. الله قال لك في القرآن ده مثل للموحد والمشرك، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. المرتاح ياتو السيد واحد ولا العشرة ده؟ أبا عشرة ده مش الواحد بس زي ما قالوا أولادنا دي وعم أعمامنا دي. سيدك واحد انت، هسي عليك الله أنا أعتر، أنا هذه لي سبعة أعتر، عربية دارت تنقلب يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، ده في الشرق ده في الغرب ده في الشمال ده في الجنوب ده في الوسط، ده بياكل انا بنادي فيه وهو بياكل، هذا يتم اكله ده ولا يلحقني انا؟ ولو لحقني انا وناداه واحد ثاني يلحق ياتو فينا ينجي ياتو وهو بياكل. العربيه لو دارت تنقلب الساعه 3 صباحا والزول ده نايم، انا اقعد انتظره كذا ما بتكون اتقلبت واتهرست ذاته، انتظروا لما نصحى. لكن شوف الله قال عن نفسه شنو قال في القرآن. أول شيء قال لك وإذا سألك عبادي عني فإني شنو قريب، واحد دي خدتها بجنب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دي واحد خدتها بجنب. اثنين قال لك وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. دي اثنين خدتها يعلم سبحانه وتعالى. ثلاثة قال لك الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت ما تفكر في القيوم دي معناه شنو؟ القيوم دي ما بتلقاه إلا عند الله سبحانه وتعالى الصفة دي. القيوم القائم بذاته لا يفتقر إلى خلقه، قائم بذاته، قائم بشؤون خلقه. أول شيء قائم بذاته غني عن العالمين. اثنين قائم بشؤون خلقه يدبرها سبحانه وتعالى. بعد قال لا تأخذه شنو؟ سنة ولا نوم. سنة ما بينعس، لا تأخذه سنة ما بينعس ولا نوم. لكن زولك ده أنا ناديه هنا نص الليل نايم يشخر، دي حلوها كيف ذاته؟ لذلك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالليل بالنهار لا ينعس ولا ينام سبحانه وتعالى. وبعدين زولك ده بموت، زول يا جماعة بالراحة، لا نبذ ولا شتيمة ولا أي شيء، بالراحة كده زول مات، مات جرده من الثياب كر ما قادر يتحرك، غسلوه قلبوه ثلاثة جرادل خاتين غسلوه تمام، دعكوه قصوا له شنبه ضفوره قاعد، وجابوا أكفان ثلاثة قطع فرشوها في العنقريب، شالوا من العنقريب اللي غسلوه فيه ده، خدتوا في العنقريب اللي فيه الأكفان وطوالي شنو طوطوا على الكفن وربطوا ثلاثة عقد طق طق طق، وخدتوه في برش وخدتوه في عنقريب
وشالوا أربع رجال، قادر يتحرك الزولة؟ شالوا أربع رجال وأدوا المقابر، حفروا للمطمورة كذا، يتفكر بالراحة، حفروا للمطمورة مربع ده تاع القبر، وحفروا للحد، ودى اللحد، وشالوا أهله ولا قرايب وغيره، دخلوا جوا القبر وبيجنبه الزول ذاته لو حي، شفت لو زول رقد بيجنبه ما بقوم عليك الله، الليلة جربها بالليل كم مرة، أنا بقول جرب التاس الليلة دي، بس لما تمشي تنوم خد عن قريبك مع الحيطة، تخيلوا ده القبر، بس شغل المروحة مع السخانة ما مشكلة، شغل المروحة شفتها، خدته مع الحيطة وأرقد بجنبه، أسألك بالله الليلة سويها، سويها أرقد بجنبه على يدك، تقدر تقوم؟ ما على ظهرك ولا على بطنك، على يدك، والله ما تقوم لو بقيت أقوى زول، شفت راقد على يدك ما بتقدر تقوم، وبجنبه، لأن الزول بجنبه ما بيتلوي، لو فوق ولا تعب بتلوي، بجنبه ما بيتلوي، خليه في حفرة، وبعد ده يجيبوا اللبن تقيل، ما شفت طول المغابر تقيل كيف؟ يجيبوا طق 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 طق، ويجيبوا الطين يليسوه، ما بخلوا لك نفس، شفت؟ يليسوك جوا. بعد ده يجيبوا التراب، الأذان أذن، فبعد يدفنوه ويجيبوا الطين وكذا وكذا، يحطوا فوق اللبن والتراب، بعد ده الأربعة ديل دفنوا ذاته، يمشوا مسافة، يمشوا لهم قرية ولا مدينة، يعتروا ينادوه، زي ده فهم شنو، وزول انت دفنته، الزول الدفنه ده بيدعوا له ولا بيطلبوا منه الدعاء؟ الدفنه ده بيدعوا له صح ولا ما صح؟ انت زول ميت وانت حي، يعني انت عندك فرصة تدعو، لأن الروح في الجسد إلى الآن، والميت ده انت بتدعو له، مش هو بيدعو لك، لأنه انتقل إلى دار أخرى غير الدار التي كانت فيها الحسنات وفيها الأعمال الصالحة. أشكي النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان، في ناس بيقولوا إذا مات ابن آدم، قال في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله، عمله ده قال لك شنو؟ انقطع، يبقى هو جوه ما بيقدر يسأل لك، يبقى ما بجوز لي زولي مش لميت يقول لي ادعو لي الله وانت قريب من الله، هو جوه ما بيقدر يدعو لك، لأنه هو مشى لدار شنو؟ دار ثانية. أيوه، قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، والثلاثة ديل ما فين إنه هو بيدعو لك، بل العكس، قال: إلا من صدقة جارية، صدقة ذي عمله، أو علم ينتفع به، العلم ده نشره قبل ما يموت أو يتسبب فيه، أو ولد صالح شنو يدعو له، يبقى الولد هو اللي بيدعو لشنو؟ للميت، وليس الميت هو الذي يدعو الولد. عشان كده يا جماعة آخر نقطة، إن كان نقاط كثيرة جدا بيذكروها في المسألة دي، نحن والله دارين الناس بس يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، نريطها زي أيوب عليه السلام، قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مريضة طوال يا شافي أشفيني، تاني سوي السبب، أمشي للدكتور والحقن والحبوب ما مشكلة، يعرف إنه اللي بيشفيك منه الله سبحانه وتعالى، وما تمشي لدجال ولا لعراف ولا تمشي لزول يديك محايات وبخرات، دي والله ما من الدين في شيء، لا بتلقاها في القرآن لا في السنة، يجيبوا ألواح يكتبوا فيها سكن وحاجات قرآن، يكتبوا بالسكن ويحطوه في موية ويقول لك أشرب فيه شفاء، ما عملوا الرسول عليه الصلاة والسلام شغل زي ده، ما عملوا، الناس قامت عليه وما عملوا، وذاته اللي بيعمل الحاجات دي، لما نمرض بيمشي الدكتور، الناس ذاته اللي بيعمل الحاجات دي، هو لما نمرض بيمشي الدكتور، ومرات يموت في المستشفى، هو ذاته تلقى يموت جوا في المستشفى، وانت تجي مسكين
يديك لها يقول لك هاك اشربه وفيها الشفاء، ترفع مخدته الشيخ ذاته تلقى صيدلية الشفاء اليد البيضاء، تلقى عنده حقنتين وثلاثة حبات وخمسة كبسولات. انت ما تشرب شغلك ده؟ يقول لك لا لا الشغل لك دي ما معقولة يا جماعة، ولا يكتب لك قرآن يقول لك يتبخر به. القرآن الله ما نزله لك كده، القرآن ده في السودان ده عملوا في عمائل عجيبة خلاص لا صح التعبير. في السودان واحدين ربطوا حجبات، ما بجوز في الشريعة. ابن مسعود قال ما بجوز تعلق حجاب ولو من القرآن، تميمة قال. واحدين سووا زينة في البيوت، زينة سورة ياسين سورة، واحدين خاتينه في العربات، تلقى خاتين في القزاز الهايس هايس، تلقى المصحف قدام جنب الطبلون بفوق الهايس، تلقى المصحف المصحف في الهايس فوق، وتلقى تحت شغال بسري ما مشكلة. المشكلة شغلتك دي ذاتها مشكلة، شغلتك دي ذاتها مشكلة، مشكلة بتاع شنو وذاته شغلك ده غلط. ما تخات قرآن وتشغل غنى كيف ذاته؟ والقرآن بيخدته كده. واحدين حلوه سووه في أوراق زي الألواح دي اكتبوه وحدوه يشربوه، واحدين ساوينه بخرات. ده كل القرآن ما نزل عشان كده، القرآن ده الله وراك نزله لشنو؟ قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وحتى الشفاء، الشفاء تقراه القرآن ده تقراه تنفث في نفسك ولا في المريض، ولا تقراه وتنفث في موية وتشربها، دي بتختلف، دي ما فيها ضرر. انت بتقراه وبتنفث في الموية وتشرب، دي ما فيها ضرر، دي رقية. وننزل من القرآن ما هو شنو؟ شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما تكتب في لوح بسكن وتحتة سكن ده فيه ضرر، والرسول قال لا ضرر ولا شنو ولا ضرار. فآخر نقطة يا جماعة، من كان نقاط كثيرة جدا، إنه كثير من الناس بيفهم إنه دعوة التوحيد نبذ للأولياء والصالحين بحق، ونحن الموضوع ده ماذا نكثر في الكلام، يكفي بس فيه لأنه الزمن، وإن كان مفروض نفصل لكن الزمن ما بيسعنا، بس يكفي 10 دقائق فاضي، يكفي بس نناقش نقطتين في الموضوع ده. النقطة الأولى، الولي ده منو يا جماعة؟ نحن ده نعرف الولي هو ذاته منو. الولي ده عشان تعرفوا باختصار شديد، تقرأ الآية 60 61 62 63 من سورة يونس تفهم الولي تماما. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. أول شيء أقف مع هذه، قال لا خوف شنو عليهم؟ قال لا خوف عليهم ولا على البنادون؟ قال لا خوف عليهم، هم ذاتهم هم أولياء، لا خوف عليهم مش على الزول البناديون، دي تقف معاه. ولا هم مش البناديون، ولا هم يحزنون. الأولياء ديل منو؟ الذين، وده اسم موصول في اللغة، دار تعرف الأولياء؟ الأولياء ديل منو؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا، من البشرى الثناء الحسن، ومن البشرى الرؤية الصالحة، ده في التفسير، مش البشرى إنه يطير ولا يدي جنى. يدي جنى دي كفر بالله، ما بذل بيدي جنى. الله قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، ما بذل بيدي جنى. ولا بذل بيعلم الغيب، يقول لك أنا بعرف الرايحة وين وبجيبه وين. الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، غيب ده ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ده ذول كاهن وعراف ودجال اللي بيقول كلام زي ده. فيبقى الولي يا جماعة النقطة الأولى، ده الزول المؤمن تقي بنص القرآن، الذين آمنوا وكانوا شنو
يتقون. أرجع تفسير ابن كثير وأرجع تفسير السعدي: من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. دار تبقى ولي من المسجد داسي من هنا دار تبقى ولي. أي سهلة جدا، لا دار تذكرة، لا دار تعشيرة، لا دار قروش، لا دار يكون أبوك فلان ولا قريبك فلان ولا أنت من قبيلة فلان، لكل ما عنده علاقة بالولاية. اللي عنده علاقة بالولاية الذين آمنوا وكانوا شنو يتقون. والقرآن ده كله كذي، الآيات اللي بتناقش المسألة دي أو بتتكلم في المسألة دي: الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. كن مؤمن تقي. الإيمان وين يا جماعة؟ الإيمان مش في أوجه، في القلب وفي الجسد. طيب التقوى وين؟ مش الرسول قال التقوى شنو؟ ها هنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. طيب إذا الإيمان والتقوى في القلب، أنت إيه بتقدر تقول فلان ولي؟ ما بتقدر. لو شفته بيعمل عمل صالح بتقول أحسب ولي والله حسيب، لكن ما بتقدر تجزم. ليه؟ لأن الله تعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهمت المسألة؟ ولأنه يا جماعة في صحيح البخاري، أسمع الحديث ده حديث واضح في المسألة، في صحيح البخاري أن أم العلاء رضي الله عنها، والله الحديث ده واضح جدا وده بخليك تاني ما بتشكر لك زول ساي، أن أم العلاء رضي الله عنها قالت لما مات عثمان ابن مضعون، حديث ده في البخاري، عثمان ابن مضعون ده أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، رضع سوا أخوه، عرفت المسألة؟ لما مات عثمان ابن مضعون رضي الله عنه قالت أمه أم العلاء: هنيئا لك يا أبا السائب، كنية أبو السائب، هنيئا لك يا أبا السائب، لقد أكرمك الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأرجو له الخير. صحابي برجو له الخير، وما أدراك أن الله أكرمه؟ قال: لا وراك من وين أن الله أكرمه، وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. حديث في البخاري. قال: لا وما أدراك أن الله أكرمه، أما أنا فأرجو له الخير. قالت أم العلاء: والله لا أزكي بعده أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مادحا أخاه لا محالة، أو دار تشكر لك زول شفته بصلي وعابد وكذا، فليقل أحسبه كذا والله حسيب. قل أنا بحسب الزول لصالح، لكن ما تجزم لأنه الشغلة دي جوا وجوا دي أنت ما بتعلم بها، هل هو مخلص ولا ما مخلص، أنت عليك بالظاهر بتقول أحسبه والله حسيب. فهمت المسألة؟ دي المسألة الأولى. المسألة الثانية يا جماعة: الصالح ده ما بلغ من الصلاح، ده ليه نفسه، والقرآن قال كذا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء شنو فعليها. والله قال لك في القرآن، في ناس قالوا أجدادنا أنبياء في سورة البقرة، ناس قالوا نحن تراه ما شاء الله أجدادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أجدادنا أنبياء. أرجع تفسير ابن كثير: رب العزة والجلال قال لهم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم شنو ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا شنو يعملون. ورب العزة والجلال قال لك في القرآن: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. عشان ما تتعلق لك بشخص، قال: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. شكاي بس أنت تتعلق بالله، تعبد الله، تسأل الله، تتضرع لله. وقال لك: يوم لا تملك نفس لنفس شنو شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: إن كل من في السماوات
والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة شنو فردا. اوعك تمشي تقول انا والله جدي فلان وانا تراوي شيخي فلان وقريبي فلان قال لك شفت لما ينفخوا في الصور ده شغله دي كلها بتتفرتك. قال فاذا نفخ في الصور فلا انساب نسب ما انتهى فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ورب العزه والجلال قال وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. شوف القرآن ده واضح كيف. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. زول تلقى ملان ذنوب يقول لك يا زول والله نحن ماسكين في فلان ترى هو برا يوم القيامة شغلتنا ماشية ماشية وين يا زول أمسك في الله إذا صح التعبير اتعلق بالله توب لي الله هو اللي بيغفر لك هو اللي بينجيك أخير في الدنيا دي شفت قبل يروح أكتمره وليه الله أنا غلطة أغفر لي فلا ست دربك بمره ويا الله أنا صليت يتقبل مني التدربك بمره يا الله يتجاوز عني ودخلني الجنة ونجيني من النار كذب تنجو لكن ما سكلك في زول. قال ألا تزر وازرة وزر أخرى لسه. قال وأن ليس للإنسان والله يا ما عزول بعد ده في كلام أوضح من ده وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. وأنا أختم عشان الزمن تم. شوف هاي دقيقة واحدة أختم بها بس. شوف سورة عبس رب العزة والجلال قال فيها شنو. قال فإذا جاءت الصاخة شفت القيامة دي لما تجي يوم يفر المرء من أخيه مش الزول اللي معاه في الدرب والطريقة والجماعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. عليك الله الشغلة هذه لو ما صعبة في زول بيجر من أمه أسين جابوا لك دبابة قال لك نقتلك ولا نقتل أمك بتجر ولا بتزبي لكن يوم القيامة دي هذه أمك فر بتجر بيجاي ولا حسنة بتدي له. زول بيجر من أمه بدي الحوار بتاعه حسنة ودي المريد بتاعه حسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني الزوجة في التفسير وصاحبته وبنيه. الخلي يجر شنو لكل امرئ منهم يومئذ شأن شنو يغنيه يعني يغنيه عن الآخر ما فاضي. فالناس يا جماعة تتعلق بالله لا تعلق حجاب لا تسف لك تراب والسكر ده سفيته كثير بسوي لك سكري مرض تسيف تراب عديل لا تسيف تراب لا تطف قبة لأنه الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق لا تمش لي دجال تقول لي رايحة وين ما بجيبه لك تسأل الله بس سبحانه وتعالى وتتوجه إلى الله وتعتمد على الله. صلي صلواتك دي خلي قلبك ده نظيف لا تعلق فيه حاجة ولا ورقة ولا قشة بس عقيدتك في الله نظيفة بعدين لو مت بتموت على الخير ولو دخلت القبر الله بنجيك ولو قابلته بعدين برحمك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. جزى الله خيرا أهل هذا المسجد ولجنته وجميع المصلين على حسن السماع. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.